دوك تحب النار على ملاقيني هذا ماشي ملاقيني لا لا لوريجين ملاقيني مي هو لوريجين زاد ملاقيني بس هذا كبر في فرنسا فرانكو على ما يقولوش ما يعرف فرانكو ما مكاش بلاد سي تان غينيا سي تان فرنسي سي تان فرنسي دوريجين غينيا لا ما علاش تحبوا تقولوا هكذا سي تان فرنسي دوريجين غينيا وبصحتكم وانا الحاجه اللي دوختني انه لما دخلت شفت هكذا حوشت نفهم السي في تاعو كاش هذا سي في واش من سي في عنده هذا باش منتخب النسوي لي اقل من 20 سنه حتى هو منتخب النسوي لي اقل من 20 سنه ماهوش يعني بوست كبير ما عندناش في الجزائر جوستيمون ما عندناش في الجزائر نخلصوه بالعمله الصعبه راه ماركاين دراهم معليش جوستيمون هذا هو يخلصوا بالعمله ماشين ايماجين الشركات الوطنيه الان الفا ساميزي ريكروتي دي كومبيتونس اترونجير او ديتريمون دو لا كومبيتونس الجيريان تنوض القيامه يبقى سي لا ميم شوز كي سباس على فيدراسيون لا ويخلصوا يخلصوا بالعمله الصعبه الاولى ابسوليومون هذه الاولى بالستيتي اللي راه المدرب للمنتخب الاول وقال لهم انا نشابوتي كلش راه يخلص بالعمله الصعبه يقال بانه القيمه الماليه الشهريه تاعو عاليه كثير وبالعمله الصعبه المنتخب الان اقصي بلا ما يشارك لانه يعني ما دفعوش لونغاجمون راح يبقى بدون عمل حتى عامين ولا وقعد يبقى بريباري لا كوب دافريك يبقى بريباري لا كوب دافريك ويخلص بيان سور كيف انت ما شاركتش يرجع لك دراهم تقول له لا حبس انا غلطنا ما بعتناش الورقه يعني دوك الى الدوله الجزائريه هاي تشوف امور كيما هذه بدون ان يتحرك اي احد ما كاش واحد يوجع شويه قلبه قال يا جماعه رانا نضيعوا في المال العام هذا اهدار للمال العام كيفاش تجيب لي انا اليترونجي ما عنده لا سي في لا حتى حاجه وتحطه مدرب للمنتخب النسوي للحراس لحراسه المرمى لبنات غارديان بيت معليش جيب لهم مدرب جزائري علاش انا نكونوا في المدربين الجزائريين او جزائريه هذه نعم هذه او جزائريه او جزائريه مدربه جزائريه وهذه إهانة للإطار الجزائري رضوان اليوم دير روحك في مكان إطار جزائري المدربين اللي داروا هما ثاني ساكتين عنده الحق هما ثاني ساكتين على ما يديروش جمعية ولا يديروا نقابة هذا لو ديبا اللي راهو دوك برونسي كرياسيون دون اسوسياسيون باش يدافعوا على حقوقهم يروحوا لديتيان ويروحوا لرئيس الاتحادية لا وين زاد يطلبوا مقابلة رئيس الاتحادية ولا أعضاء المكتب الفيدرالي قال احنا علاش كنت فورميو فينا؟ أقول لي ديبلوم تاعكم ما نخدموش اي خلاص حكوا تقولوا لنا ما تخدموش شريف الوزاني من 2006 هو يقرا شامبيون دافريك شامبيون افرو ازياتيك من 2006 هو مازال يقرا هذا وين راح يعطيو له الا ومازال قال لك مازال دوتر سيسيون 2006 ل 2023 هشام اللي توفى الله يرحمه مات الله يرحمه ويوسع عليه في هذه الليله المباركه توفى هشام اللي ما داش ديبلوم لا كي تشوف بوقادوم بوقادوم كان يلعب مع علي بن شيخ بوقادوم مازال يقرا الان معاهم بوقادوم لا كي تشوف اليوم تدخل تكتب سيت انترنت تاع لا فيديراسيون وتشوف البروغرام تاع ديتي اليوم فورمينا غارديان دو بيت اليوم فورمينا بريباراتور فيزيك اليوم فورمينا اليوم اون رومي دي ديبلوم لكن هذه الاطارات وين راهي؟ اكوا سا سي اليوم تمد لي ديبلوم اطارات وتخليه يقعد في الدار اليوم وبعد تجيب الناس من برا وتخلصهم بالعمله الصعبه اليوم هذا الاطار الجزائري عقصتو في شخصيته سبحان الله وبحمده شكون ناوي يسير في الفوتبول؟ شكون ناوي يسير الفوتبول؟ هذه نقطة الاستفهام الكبيرة، من الآن دوك يدخلنا الشك بأنه اللي راهم على رأس كرة القدم الجزائرية ما راهمش يسيروا في كرة القدم، لأنه ما يعقلش أنهم يتخذوا قرارات مثل هذه. اسكو ماشي اللي 300 يورو اللي يتبدوا من الفيفا بور ديفلوبمون فوتبول تكون فيها بعد التدخلات؟ ممكن. اسكو الفيفا تبدا 300 ديفلوبمون دي فوتبول في ميناء. لا لا خويا رشيد، لا فيفا تعطي لك. باش تعاونك باش ديفلوبي وديفلوبي الفوتبول في ليبيا باش تخدم ابسوليومون اي انا قال لي انفونتينو هيا حط فلان وفلان فرونكو كدا بركاونا حقيقه واضحه قلت لك شكون اللي يسير الكره الجزائريه صح هذه هي نقطه الاستفهام الكبيره خلينا نغلقوا ملف المنتخب اقل من 23 سنه والمديريه الفنيه والاخفاقات المتكرره دون أن يتحرك أي أحد دون أن يتحرك أحد وروحوا مباشرة للبطولة أخيرا ستنتهي البطولة يوم السبت 15 جويليا وسنتعرف البطل تم التعرف عليه سنتعرف على من يرافق هلال شلغوم العيد سنتعرف على صاحب المرتبة الثانية لأنه وفق الترتيب الحالي الأمور لم تحسن بعد خاصة بعد أن أعطت الكاف مهلة
للاتحاد الجزائري لكرة القدم من أجل إعطاء القائمة النهائية للمشاركين في المنافسة القارية. يعطيني الترتيب حاليا، نبدأ بالترتيب البداية مع أصحاب المراتب الأولى والمفاجأة فريق مولودية البيض. صراحة مولودية البيض تحقق رفقة حجار في موسم رائع، 46 نقطة على بعد نقطة واحدة من شباب قسنطينة. اللقاء القادم لمولودية البيض أمام مولودية الجزائر صاحب المرتبة الرابعة ب 44 نقطة، في حين السياسي سيستقبل اتحاد العاصمة الذي أصبح في الجزء الثاني من الترتيب بالوزداد، تكلمنا عليها الأسبوع الماضي، وستستلم البطولة أو درع البطولة يوم السبت القادم. البيض هل هي مفاجأة هذا الموسم سامر عمار؟ توكا داروا باركور اكستراوردينير كلك سوا لو ريزولتا فينال نهار السبت، مي ديجا بور ان نوفو برومو سي ان باركور تري زونورابل، افيك عندهم برك الربع او الثلث تاع الميزانيه تاع بعض الفرق، وقيل 20 مليار سي صح؟ ميم با 20 مليار في العام، يعني سي سي اكسترا سي اكستراوردينير. حبيت نتكلم رضوان على السقطه ثاني، هنا كان كاين سقطه تاع الفيدراليه، الفيدراليه في الاول كانت على كانت تاكله باللي المرتبه الثانيه قد حسمت لصالح شباب قسنطينه، نعم، وحتى شباب قسنطينه كان كانوا صرحوا بهذا الشيء، صرحوا باللي مي فينا مي فينالمون يفوا اتوند لو لو ميم سي ميم سي اتحاد العاصمه سياسي تستقبل إيه باسكو اتحاد العاصمه يتلعب بالفريق الثالثه والرابعه ولا ما على بالناش، ولكن لازم تعلم باللي وكان البيض تفوز وكان البيض تفوز ولا وحنا مدينا قسنطينه الفيدرالي لاكاف افال ريفوزي، وعلاه؟ باسكو الريغلمون تاع لا ليغ دي شامبيون ينص الاول والثاني والثاني، ولكن سي بور سا كي زون يان ديلي تحت تلو كانس. ولكن البيض تكلم رئيس البيض سيد حماني قال مشكل واحد اخر، قال لك ما عنديش اموال، قال لك حتى ونكون في المرتبه الثانيه ما نشاركش في رابطه الجزائر، هذا مشكل واحد اخر. ولكن ولكن اذا اذا انا انا شوي كونفيك ولات كاليفيو بالك الاطار السلطات المحليه بالك تتدخل بالك تتدخل. شوف البيض البيض منذ اسابيع برك، يعني وقيل نضرب في الجوله 26 ل 25 لو كان فازوا في ارضيه ميدانهم على شباب لوزات كانوا 49، لانهم خسروا المباراه في البيض، خسروا 2-0 على ما اظن، لو كان ربحوا هذيك المباراه اليوم راهم 49 ما قادرين يكملوا. اليوم هذا الفريق هذا تاع الجنوب الغربي كان من مولوديا كان لعبوا مع كان لعبوا مع شنو لا غير هنا وهنا برك ماشي بعيد سمير، هذه صافي ما با 15 جور من مولوديا غير كيما ما كلهم وكان تحسب المولودية عاود عطيني الترتيب تاع البدايه صح المولودية مولودية الجزائر لو فازت مع اتحاد العاصمه وشرب العين الفريق راه ضرب مرتبته انا بديت كبرش واحد برك هذا قلت لك يعني شوف مولوديا 44 اليوم مولوديا يقول لك لو كان فزت لا اليوم لو كان فزت امام اتحاد العاصمه خسر وامام بارادو خسر راهم ست نقاط زيد لهم ست نقاط امام شلغم العيد زيد لهم نقطتين يقدر يزحمش ست عندهم ثمان نقاط ثمان نقاط مع 44 راهم الان في 52 نقطة راهم ضمنوا المرتبة الثانية رسميا لكن كانوا يقولوا في لوكان ما فرقش انا قلت لك برك مباراة أخيرة مباراة واحدة ماشي ثلاثة انا قارنت لك اليوم هذا الفريق هذا أول مرة يلعب في البطولة الوطنية الأولى مع المدرب ما جاش في بداية الموسم باش نذكروا ان شيف حجار ما جاش بداية الموسم كان في فريق ما كانت النتائج شوية ومن بعد إلى شيف حجار إلى رودريس لا سيتياسيون افيك ان بيدجي أنا تلاقيت الممثل تاع البيض تكلمت معاه قال لي ديبي ديبي دو سيزون أون كونسومي برسك 8 مليار 8 8 8 مليار 8 مليار 8 مليار فقط 8 مليار فقط من بداية لما تلاحظ بعض الفرق بعض الفرق 90 مليار لا حتى 100 وشي انا بالي 90 مليار متاكد كيف كيف فرق 130 كاع 130 مليار واحد عنده 8 ملايين يعطيك صحه البيض سي اكس بلو عليه وراهم اليوم في البوديوم الوغ كو كاين فرق 6 ملايير وراهم في في ذل الترتيب في ذل الترتيب. علي بن شيخ البيض كلمه على فريق مدينه البيض. البيض نباركوا لهم ونونكوراجيوهم لان داروا نون سولمون قعدوا في ديفيزيون اون مي افيك اونور لحقوا حتى لوين راهم صافي فريمون بليزير نتمنى لهم كل خير. نعم بمدرب شاب فريق مولودية البيض نتكلموا بعد قليل بعد الفاصل الإشاري على شبيبة القبائل، يعني نتكلموا على مخرجات أو استنتاجات هذه البطولة، نتكلموا على شبيبة القبائل مولودية الجزائر ونسينا منذ قليل ما تكلمناش
او تجاوزنا مباشره رحنا للموضوع الموالي، ما تكلمناش على انه العربيه السعوديه ايضا. نعطي الكلمه فقط لرشيد عباد لانه مختص في كره اليد، فازت علينا في كره اليد في يومين متتاليين، فازوا علينا في الدور الاول وفازوا علينا في الدور النصف النهائي وبنتيجه عريضه خاصه في المباراه الاولى. فاصل ونعود، ابقوا معنا.